عن عزوف العراقيين عن الانتخابات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال سلام الله عليكم. يعني بعض استطلاعات الرأي الحديثة أظهرت أن نسب المشاركة بالانتخابات ستكون أقل من 30%، كيف تقرؤون عزوف الناخب العراقي عن الانتخابات دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولقناة الوافدين والعاملين عليها والمشاهدين الكرام. أولا، المواطن العراقي بعد هذا العمر العقدين من الزمن، ماذا قدمت له هذه الأحزاب وماذا قدمت له هذه المسميات والأشخاص؟ الوضع الذي يعيشه المواطن العراقي عمليا يجعله لا يثق بأي أحد من هؤلاء الذي أتى بهم المحتل وأفسدوا البلاد والعباد ودمروا كل شيء، دمروا كل شيء بمعنى الكلمة. الآن ماذا بقى للعراقي أن يشارك ويساند الظالمين الذين ظلموا وقتلوا ونهبوا وسرقوا؟ حقيقة لم يبقوا موبقة لم يقوموا بها. إذا أي واحد عاقل عندما يحدث عقله بدون المصالح وأن يرى الله سبحانه وتعالى بعين عقله ويلتمس ماذا سيقدم لنا هؤلاء الذين سننتخبهم أو لماذا ننتخبهم، هذا السؤال يجيب عليه أي مواطن عراقي بسيط مهما كانت ثقافته بأنه لا جدوى من انتخابهم، بل على العكس وصلت القناعة بأن انتخابهم قد خطيئة لأنه نصرة لهم على الظلم وعلى الفساد وعلى على كل شيء سيء قدموه لأنفسهم، حق ما قدموا للشعب العراقي. هم عندما يسرقون فهم يحاربون الله سبحانه وتعالى علنا، وعندما يقتلون من أجل الوصول إلى الكرسي ويسقطون هذا ويسقطون ذاك ويتهمون هذا، فهم يأتون بكل الموبقات، وكل من يدخل معهم في هذا القدر الفاسد ويعينهم على الوصول إليه فهو شريك أساسي في 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 ظلمهم. وهذا الموضوع الآن أصبحت المصلحة الخاصة العراقية كمواطن عراقي ماذا سأحصل من كمواطن ضمن القانون العراقي من هذه الانتخابات، وماذا ستقدم لي؟ هل ستنقذ البلد؟ هل ستبني البلد؟ هل ستأتي بأناس حريصين على العراق، على بناء على حقوق المواطن العراقي؟ أم أنهم مجرد لعبة انتخابية مصيرها التزوير والمال والسحت الحرام وتوظيف كل ما في الدولة من موارد لصالح هذه الأحزاب؟ دكتور، مفوضية حقوق الإنسان في العراق يعني تحذر من استخدام قوى سياسية مشاركة في الانتخابات أنها ربما قد تستخدم دراجات نارية ملغومة في استهداف غرمائهم السياسيين، هل بلغت الأمور إلى هذا الحد دكتور؟ نعم، هم هو المشاركين بالانتخابات هم الميليشيات المنفلتة التي تسيطر على الدولة. نعم. والأمر الأمني بيدهم، والمنظومة الأمنية منظومة متهالكة سقيمة الأداء والقضاء مغيب، فبالتالي هذه العملية ستكون أشبه بحرب المافيات يعني، وهذا المتوقع لأنه هذا كل انتخابات يتم استخدام الاستهداف للناس وتكثر المفخخات والتفجيرات وما ذلك، فما بالك إذا كان الذين يتقدمون للترشيح هم قيادات الميليشيات التي ولاؤها لخارج العراق وميليشيات إيرانية بالعلن، يعني لم يبقى شيء سري الآن. الذين قتلوا المواطنين والمتظاهرين في ساحات التظاهر، هل يعتقدون أن هؤلاء سيتوقفون عندما تتضرر مصالحهم؟ هم يؤمنون بفرض ما يريدون بالقوة، وهذا ما خططت له إيران من إيصالهم إلى البرلمان أو إلى السيطرة على العراق بهذه الطريقة. فإذا هذا متوقع وتوقع جدا، ولكن ما هو الحل؟ يعني هل ستكون هناك إجراءات رادعة ومن سيقوم بهذه الإجراءات؟ أليست هم نفس الأحزاب التي تدير الأمن في العراق والمؤسسات الأمنية والدفاع وغيرها؟ إذن هذا الموضوع متوقع، ومتوقع أن تكون هناك دماء غزيرة حقيقة، وستقوم يعني نسأل الله أن لا تقع، ولكن ستكون هناك موجة من القتل والتفجيرات
والاستهداف طيب للشعب دكتور. العراقي بكل نعم الأحوال. دكتور، المجلة الفرنسية لو كورير انترناشنال يعني قالت أن موضوع فتح ملف إعادة 30,000 من المفسوخة عقودهم إلى الحشد قبل شهر من موعد الانتخابات، قالت بأنه يعد بمثابة استثمار انتخابي، لكن السؤال المطروح هنا يعني كيف سينعكس ذلك على مستقبل العراق؟ كيف سيكون الخارطة السياسية والأمنية في العراق بعد الانتخابات؟ هذه الألاعيب يعملوها دائما، والحشد هو الذي يسيطر، هؤلاء 30,000 أو ربما يزيدون أو يقلون أو لا، لن يكون لهم أحد، هؤلاء يستثمرون لصالح المشروع الإيراني في العراق، واستثمارهم بشكل أوضح في الانتخابات ولهم أدوار محددة، إضافة إلى أنها كدعاية انتخابية أيضا للحشد، لأن الحشد هو الذي سوف يقرر من أو شكل الحكومة التي ستكون في المستقبل إذا نجحت الأمور أم لم تنجح، لأنهم الموضوع الورقة الانتخابية والانتخابات هذا لا يهتمون له كثيرا بقدر ما يهتمون بالتزوير ودفع الناس قسرا للذهاب إلى الانتخابات، كما ورد في أكثر من مكان في محافظات العراق أنه يجبرون منتسبيهم من الحشد أن ينتخبون أسماء محددة، الحشد العشائري والحشد الشعبي والميليشياوي، هذا لماذا لم يعيدهم الآن؟ لماذا قبل الانتخابات بشهر؟ هذا هو الرأي الذي رست عليه المجلة الفرنسية التي استطلع هذا الموضوع. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لكم.